تعتبر حوادث الغرق من الحوادث المؤسفه والمتكرره في صيف كل عام فمع ارتفاع درجات الحراره يقوم بعض الاشخاص بالمغامره وممارسه رياضه السباحه داخل التجمعات المائيه لا سيما البرك الزراعيه والتي تشكل خطرا كبيرا على مرتاديها على الرغم من انها تعد مصدرا للمياه والري بالنسبه للقطاع الزراعي وتكمن خطوره البرك الزراعيه بان جوانبها وقاعها تصنع من غلاف بلاستيكي ذي لزوجه عاليه وشديد الانزلاق وبالتالي من يمارس السباحه داخلها وان كان من المتمرسين لهذه الرياضه فقد يواجه صعوبه للخروج من داخلها الى ان يستنزف كامل قواه الجسديه مما يعرض من يحاول انقاذه ونفسه لخطر الغرق بالاضافه الى ان السماح للاطفال وهم الفئه العمريه الاكثر تعرضا لهذه الحوادث بارتياد البرك الزراعيه بدافع الترفيه والتسليه مع غياب مراقبه الاهالي لهم غير مدركين خطوره هذه البرك وما تحصده من ارواح تم عمل احصائيات وجولات من خلال مراكزنا المنتشره على كافه مناطق الاختصاص بوجود عدد كبير من البرك الزراعيه والمزارع السياحيه بالبدايه وفي كل موقع بنعول على وعي مواطننا لكن في موضوع التوعيه في موضوع الارشاد والتوجيه عبر منصات الامن العام وعبر المواقع الرسميه بتوجيه مواطننا بعدم السباحه في هذه المناطق كونها تشكل خطوره وبيئة غير آمنة بالكامل للسباحة، أول جزء غير مخصصة، غير مؤمنة، المياه اللي موجودة فيها ما بنعرف شو طبيعتها، شو تركيبتها، شو موجود فيها مواد كيماوية أو مواد طبيعية تستخدم لغايات الزراعة. رغم وجود الإشارات التحذيرية والتنبيهية لعدم السباحة في هذه المناطق إلا ما زال الإخوان يعمل على السباحة فيها معتمد نفسه، معتمد على قدراته، سواء كان يستطيع السباحة أو غير معرفة في السباحة ناتجة عن جهل منه وعدم وعي إحنا خلال الفترة الماضية قمنا بعمليات توعية توعوية في مدارسنا في كافة المواقع بالتعاون مع الشركاء لعمليات توعية في كيفية السباحة في المناطق الآمنة وعدم السباحة في المناطق غير الآمنة أو المسموح فيها تم تفعيل نقاط المراقبة من قبل مديرية الدفاع المدني البلقاء في المناطق التي يتوقع فيها زياده عدد السياح. رغم التوجيهات وحملات التوعيه الوقائيه ولكن للاسف نجد في كل فتره هناك من يتجاوز على هذه التعليمات ويعرض نفسه واسرته للخطر. اهم المعيقات التي تواجه نشام الدفاع المدني في عمليه الانقاذ المائي اولا هو سوء ايصال الاخباري وعدم وضوحها من ناحيه العنوان والدقه وهذا يؤدي الى تاخر في زمن الوصول اللازم الى مكان الغرق او مكان الحادث اضافه الى بعض المعيقات الاخرى تتمثل بوجود طرق زراعيه غير واسعه غير مهيئه لسيارات الدفاع المدني اضافه لصغر حجم البوابات لذلك نهيب بإخوان المواطنين مالكي المزارع باتباع أقصى درجات الوقاية في خصوص عمل وبوابات واسعه لمعدات الدفاع البدني واليات الدفاع المدني، اضافه لتوسيع الطرق الداخليه داخل المزارع. وما زلنا كشرطه مجتمعيه نعمل جولات لتوعيه وارشاد المواطنين القاطنين قرب البرك الزراعيه لارشادهم لعدم السباحه في الاماكن الغير مخصصه. أيضاً عن طريق نعمل جولات دائماً خصوصاً أوقات الظهيرة عند القنوات الزراعية (قناة الملك عبدالله) لانه احنا قاعدين بنلاحظ ممارسات سلبيه عن طريق الشباب يقوم بالسباحه في هذه القنوات والتي تحتوي على كميه كبيره من الاتربة الطينيه التي تشكل خطوره على حياتهم. نقوم بتوزيع بروشورات توعويه عن طريق مديريه الاعلام والشرطه المجتمعيه وتوزيعها على المواطنين القاطنين قرب البرك الزراعيه. والقنوات ومجاري المياه لتوعيتهم من خطورة السباحة في هذه الأماكن الغير مخصصة للسباحة وإخوانا مش مقصرين بالدفاع المدني الله يعطيهم الصحة والعافية الشرطة المجتمعية أيضا قامين بواجبهم بتوعية وتوزيع المنشورات و عقد الدورات والندوات والتعريف بالخطورة، ويعني الآن نحن في القاعة اللي بجنبنا إخوانا بالدفاع المدني عمالهم يشرحوا لاخواتنا ربات البيوت وللشباب كيفيه معالجه انقطاع التنفس اعطونا محاضره توعويه عن البرك الزراعيه المائيه وخطورتها على ارواحنا وارواح الطلبه وطبعا ان البرك الزراعيه المائيه تتواجد بكثره بلواءنا بلواء دير علة وطبعا لازم تكون في خطه توعينا توعينا احنا الطلبه عشان يعني احنا نوعي اهالينا ونوعي الناس حوالينا بخطورتها وانها هي مش اماكن مخصصه للسباحه ولعل الحوادث الناجمه عن السباحه في البرك الزراعيه يستوجب الوقوف على واقع هذه البرك ومدى التزام أصحابها بالتعليمات الوقائية التي تمنع وقوع حوادث الغرق داخلها من خلال منع السباحة فيها، ووضع سياج حديدي يصعب الدخول إليها، وإرشادات تحذيرية تحذر من خطر الاقتراب منها. إجراءات الوقاية اللي بناخذها إحنا بخصوص البركة الزراعية أول شيء بنعمل عليها شيك على الداير وبنعملها باب وبنكتب عليها خطر الاقتراب لأنه هاي اه مي صعب السباحة فيها وبنتفقدها كل يوم نيجي عليها حواليها وبنتفقدها وبنمنع أي شخص الاقتراب عليها نهائيا لانه صعب السباحه فيها هاي المية وفيها كثير حالات الغرق احنا بنب... بنمنع الناس تيجي هنا عشان الغرق م... م... نمنع الغرق في, ال... في البركة الزراعية الشيك مهم جدا على البركة الزراعية لمخاطرها خاصة على الاطفال والكبار لانه صعب السباحة فيها لانه فيها بلاستيك وبربة فيها طحالب ومهم جدا وهي احدى المسؤوليات المطلوبة من المزارع لانه اي حدا بغرق فيها هي مسؤولية المزارع فلازم يكون فيها شيك ومراقبة دائما من المسؤول الموجود في المزرعة عندنا برك الزراعة موجودة هنا مشان السلام العامة وعدم الاقتراب من السباحة هون بنعمل تطويق شيك على الدائر ما يدور على بركة المي مشان السلام العامة وهاي ممنوع بها السباحة هاي بس للزراعة ومنتمنى السلامة من الجميع انهم ما يكونش يعني ما حداش يقترب من البرك لانها زراعيه البرك الزراعيه هذه غير مخصصه للسباحه احنا بنستعملها لري المزروعات في البيوت البلاستيكيه نرجو من الاشخاص اللي ما بيعرف يسبح ما يقرب للبرك الزراعيه ان وعي المواطن والتزامه باجراءات السلامه الصادره عن الدفاع المدني والجهات المعنيه والسباحه في الاماكن المخصصه ومراقبه الاطفال هي السبيل الامثل لتجنب مثل هذه الحوادث